الفريق الوطني كان منثمن ووكيل فريق الكرة القدم ماشي جات الجامعة عجبته لا كنا مجبرين على اننا نجي ونوقفوا هنايا بصراحه ما نخبيش عليكم بالنسبه للمشكل بالضبط حنا تنطالبوا غير كما تنقولوا بتطبيق القانون بما انه كتسالي الولايه الان حنا دابا في 65 ونص سالت الولايه ديال السيد رئيس الجامعه بغينا تطبيق القانون بغينا تاسيس العصاب وفق ما ينص عليه قانون التربيه البدنيه 30/09 بغينا مثلا باش الجامعه ديالنا ما هادشي يسيء الجامعه لان حنا دابا من بعد ما الصوره المشرقه اللي تبارك الله عليهم الرياضيين ديالنا في العبارة الاولمبيه كنا بغينا باش نزيدوا لقدام ماشي نرجعوا للور هذه ما كناش نتمنوا تكون خطوه للوراء بصراحه المشكل كما قلت هو هذا هو انه ما كاينش كاين انفراديه في التسيير من لدى الرئيس الجامعه الاعضاء المقربين اللي هما اللي غير كيبقاو معاه وصافي اما اغلبيه الاعضاء ديال المكتب المديري فانا ما تعرفوا حتى حاجه وانا تنهضر معك لان الاخ ديالي في المكتب المديري ما تعرفوش نهائيا الامور الماليه للقرارات للتعيينات لا حتى حاجه ما تعرفوها تطبيق القانون بمعنى انتهت الولايه ديال السيد رئيس المكتب الجامعي خاصو يطبق القانون ويدير جمع العام في اقرب وقت ممكن جينا حنا واحد المجموعه ديال رؤساء الانديه المنضويه تحت لواء الجامعه الملكيه لرياضه المكتب الرياضي عبد الناصر نظمنا هذه الوقفه احتجاجيه على ود واحد المجموعه ديال الخروقات اللي كيمارسها رئيس الجامعه الملتهيه ولايته يعني منذ سنه 2020 الولايه ديال المكتب انتهت وهو ما باغيش يعقد الجمعه العامه ديالو ما باغيش يدير الجمع العام الانتخابي واحد مجموعة الخروقات داخل الجامعة هنا خروقات مالية تسير الأحادي الانفراد يعني بالقرارات ما كيشاركناش في القرارات يعني كأعضاء المكتب المديري إقصاء الأندية منهما أنا عبد الربيع كان دي ديالي قاصيه من البرنامج الوطني ديال هاد السنة علاش؟ لأن نظر الحسابات الشخصية لأن ما كان ما صوتش على التقارير المالية اللي فاتت ويعني وقصى النادي ديالي من المشاركة علاش على هاد الشيء هذا إن كاينة خروقات في التقارير المالية وباغينا أننا نمشيو في نفس السياسة اللي كيمشي فيها هو ولكن الأخلاق ديالنا ما كتسمحش لينا باش نمشيو في نفس ما كيمشي فيه هاد السيد الرئيس هذا بالإضافة أن طالبنا عدة مرات يعني بإعادة يعني يعطينا يعني يشاركنا في تسيير لأحد يعني واحد المجموعة ديال المراسلات ما كيجاوبش عليها ولكن للأسف وهذا الشيء هذا وصل لحد دابا سنة ونصف يعني بانتهاء الولاية ديالو وما باغيش يدير الجمع العام الانتخابي دائما في تعنت يعني كيمارس ديكتاتورية لا مع الأعضاء الجامعيين ولا حتى مع الأندية المنخرطة يعني داخل الجامعة هذا الشيء صراحة مؤسف جدا زائد يعني الكارثه اللي وقعت يعني في الالعاب الاولمبيه اللي صدمت في طوكيو تسالنا يعني تسربت واحد المجموعه ديال الوثائق اللي هي فيها ماليه يعني وكيدوز الصفقات للشركه ديالو يعني كيدوز يعني واحد المجموعه ديال الامور احنا ما كنعرفوهاش ولهذا صراحه هذا الشيء مؤسف كنطالبوا يعني بالاستقاله ديالو يعني حط الاستقاله ديالو يمشي بحالته ويطلع مكتب جديد باش من اجل تصحيح هذا الوضع الكارثي اللي خلى هذا الرئيس هذا